ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. واحدة واحدة بقى، ولا يبدين، أما نقرأ في التفسير يقول لك ولا يظهرن، يبدين يعني يظهرن، ولكن لما توقف مع القرآن الكريم ودقته في اللغة وفي اختيار الألفاظ والحروف والكلمات تجد أن القرآن يفرق بين بدا وبين ظهرا، بدليل ولا يبدين أهي بفعل بدا، ولا يبدين زينتهن إلا مش ما بدا منها إلا ما ظهر منها. حتى هنا في فرق بين بدا وظهر، الإبداء والإظهار أهو، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهناك مع سيدنا آدم وستنا حواء في الجنة قال الله فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، وهناك في سورة يوسف يقول مولانا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فبدا أحيانا تبقى عقلية فكرية معنوية، وممكن تبقى حقيقية في الواقع. طب الفرق بين بدا وظهر، ال- 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 الظهور ده شيء ظهر بذاته، ظهر بذاته من طبيعته الظهور، حتى نقوله ايه ظهر القمر، القمر من طبيعته الظهور والوضوح، مش من طبيعته، ليس من طبيعته الخفاء، ركزوا في الدقة اللغوية القرآنية جدا. إنما بدا تستعمل مع الشيء الذي يغطى ثم يتعمد إبداؤه أو ظهوره. أقول تاني، يبقى ظهر تطلق على الأمر الظاهر الواضح الجلي. حتى عندنا في التجويد حاجة اسمها حروف الإظهار، يقول لك حروف الإظهار ما ينفعش تخفيها، عين حاء ثم غين خاء مهملتان ثم غين ثم عين حاء، عين حاء ثم غين خاء وألف والألف لاء، اللي هي مجتمعة في جملة الحرف الأول من كل كلمة. إن غاب عني حبيبي همني خبره. حتى يقولوا إيه ظهر النهار أو ظهرت الشمس. إنما بدا شيء مغطى، شيء ليس من عادته الظهور ولكن من عادته الخفاء والستر، أنا أبديه. تمام كده؟ فربنا يقول سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن، يعني المخفية، إلا ما ظهر منها يعني التي يصعب إخفاؤها. طب نفسر شوية، ولا يبدين زينتهن، والزينة هنا قد تكون معنوية قد تكون حقيقية، يعني لا يبدين لا يكشفنا، مش لا يظهرنا على فكرة. وخد بالك الكشف قد يكون بالتعري وقد يكون بالتفصيل والتجسيم. يعني قصدك ايه يا شيخنا؟ اقصد ان ممكن الست، طبعا انا اسال الله للجميع الهدايه، ممكن الست تبقى لابسه وكانها مش لابسه، ادي معنى ولا يبدين، يبدين على الحقيقه يعني تظهر او تكشف عن جزء من جسدها، عن عورتها، او العوره مغطاه ولكن جسمتها ووضحتها. ولذلك دي الدقه فيه، ولا يبدين لا يكشفنا او لا يوضحنا، وده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث.